يا وجع القلب عليك يا ضاضة، ربنا يرحمك يا حبيبي في الجنة إن شاء الله. ابني كان طوب الأرض بيحبه، وطول ما هو ماشي كان بيطلع لله. ضاضة مات وهو بيضحك وماسك صباعي. لحظات صعبة لوالدة ووالد ضاضة الليسي، وهم بيحكوا آخر حاجة عملها ضاضة الله يرحمه قبل وفاته بثواني. تعالوا نشوف قالوا ايه. ضاضة كان صاحبي وابني وكل شيء في الدنيا، كان معايا لحد 7 الصبح، وعرفت خبر وفاته الساعة 2 الظهر. قبلها بيوم دفعت له مصاريف المدرسة وجبت له حاجات المدرسة كلها، بس ملحقش يتهنى بيها. ضاضة كان بيغني معايا قبل ما يموت، وحسيت ان صوته كان مميز وكأنه كان بيودعنا. ضاضة ابني ما ماتش. الكلمات المؤثرة دي قالها اسماعيل الليسي عن ابنه الوحيد ضاضة. اسماعيل الليسي حكى تفاصيل اللي حصل لابنه ضاضة قبل ما يموت بلحظات، وقال انا لما جيت الناس كانوا مغطينه بملاية، وانا رفعت الغطا عن وشه وكان ضاضة بينزف من ودانه ووشه كله كان مليان دم. اول ما ضاضة شافني بصلي وابتسملي ومسك صباعي ومات. وكمل الليسي كلامه بحزن وقال رضا ابني كان معروف في مصر كلها، وكنت بتخانق معاه هو ومامته عشان ما ينزلوش فيديوهات ليه. ربنا يصبرني ويا رب ما حد يقع في الموقف بتاعي ده. وفي اليوم التاني في عزا ضاضة دخلت خبيرة التجميل شيماء سعيد في حالة انهيار شديدة، واسماعيل جه جنبها في العزاء وكانت بتقوله بحزن ابننا مات، وكانت بتبكي بحرقة وحزن وبتقول ضاضة كان بيعمل خير كتير. وحاولوا السيدات اللي كانوا موجودين في العزاء مواساتها والدعاء ليها بالصبر، واستحالة من الحزن الشديد اللي كانت مسيطرة على أهالي المنطقة بعد الحادث الأليم اللي تعرض له الطفل ضاضة. واللي ما يعرفش قصة وفاة ضاضة، ضاضة طفل عنده 10 سنين وقع من الدور 11 لما كان موجود عند جدته، وحاول ان هو يخرج بس الباب كان مقفول بالمفتاح. ضاضة دخل البلكونة وحاول ينط للبلكونة تانية، لكن للأسف وزنه اختل ووقع ومات. قصة وفاة ضاضة عملت ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا، مش بس بسبب صدمة المتابعين بوفاة طفل صغير، ده كمان عشان الجمهور كان مرتبط بيه من خلال فيديوهاته على التيك توك اللي كانت بتضيف البهجة والابتسامة لكل متابعينه اللي ضاضة سابهم في حالة حزن كبيرة ومات. وفي النهاية ربنا يرحمك يا ضاضة ويصبرنا كلنا ويصبر أهلك.